سطرت قيادة الدرك الوطني بقسنطين مخططا أمنيا لتأمين مراكز إجراء امتحانات البكالوريا من خلال وضع تشكيلات أمنية عبر إقليم الاختصاص. التفاصيل في ميكروفون شمس الدين تمالا. وضعت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مخططا أمنيا وقائيا خاص بمناسبة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا في ظل جائحة كورونا، حيث تمثل هذا المخطط في تأمين جميع مراكز الامتحانات والتصحيح ومحيطها الذي يقع في إقليم الاختصاص، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابة. هذا بوضع تشكيلات عملياتية متكونة من وحدات إقليمية ووحدات متخصصة بهدف مراقبة تامة وفعالة لضمان نجاح هذا الموعد الدراسي الهام. يعني نعبد ماشي بريبارا في ليلة الباك ولا قبل بسمانة، ولا بريباراسيون بدات في البريود تاع الكونفينمون في مارس فيفري، بدينا نبريباريو تما. حنا كيما نقولوا نبازيو على لي ماتيار دوك ليسونسي هما اللي قرينا فيهم بزاف.